معكم الأستاذة أسماء نصر الدين، معلمة اللغة العربية في الصف الرابع الابتدائي من مدارس بدر تايجرز الخاصة. طلابي الأعزاء، نشرح مع بعض النهاردة قاعدة نحو بعنوان الجملة الإسمية. تكلمنا في الحصة السابقة عن أقسام الكلام وعرفنا أنواعه ثلاث: اسم، فعل، حرف. النهاردة هنتكلم عن الجملة الإسمية اللي داخلها تحت الاسم. طيب، الجملة الإسمية يا أولاد تعريفها هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من ركنين أساسيين. طيب إيه الركنين دول يا أولاد؟ اسمهم مبتدأ وخبر. طيب يعني الكلمتين اللي هيأتوا في الجملة الإسمية اسمين، مبتدأ وخبر. طيب إيه هو المبتدأ يا أولاد؟ ما هو؟ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة. المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة. مثال: الله موجود، الكون واسع. ويكون يا أولاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذا كان مفردا. انتوا عليكم السنة دي إن شاء الله إعراب المفرد فقط. طيب، والخبر يا أولاد هو الاسم الذي يتم به مع المبتدأ معنى الجملة ويكمل مع المبتدأ الجملة الإسمية، ويكون أيضا يا أولاد مرفوعا وعلامة رفعه الضمة إذا كان مفردا. طيب معنى الكلام ده إيه يا أولاد؟ إن المبتدأ يا أولاد لابد أن يأتي له خبر يخبر به عنه حتى تتم معنى الجملة. فنأتي بالأمثلة. مثال: الجهل ظلام. طيب هنا الجملة بدأت بإيه يا أولاد؟ هنشوف أول كلمة. أول كلمة اسم، لأنها بدأ بألف ولام، الجهل. بالجملة دي نقول عليها جملة اسمية لأنها بدأت باسم. طيب الاسم في الأول لما يأتي أول الجملة يا أولاد نقول عليه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، يبقى يرفع بالضمة لأنه مفرد. طيب هنقول ظلام. ظلام دي ايه يا أولاد؟ طيب لما أسأل عن الجهل وأقول ماله الجهل، أخبر به أو لا تتم معنى الجملة إلا لما أأتي بكلمة ظلام وأقول ظلام خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، يبقى أنا كده فهمت الجملة إن الجهل ماله؟ الجهل ظلام. فأتت هنا كلمة ظلام خبر مخبر به عن الاسم اللي هو المبتدأ، فتمت به معنى الجملة. طيب نأتي بمثال آخر. العمل عبادة. طيب هنعربها ازاي الجملة؟ اول حاجة بدأت بيه يا ولاد، بدأت بكلمة العمل اللي هو الاسم، فنقول انها جملة اسمية. طيب اعربها ايه؟ العمل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لانه مفرد. طيب عبادة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لانه مفرد، يبقى اعراب المبتدأ واعراب الخبر زي بعض يا ولاد، مرفوع علامة رفعه الضمة، هما الاتنين مفرد. تمام. هنقول مثال آخر. العلم نور. الجملة دي جملة اسمية. طب ليه جملة اسمية يا ولاد؟ لأنها بدأت، تمام برافو عليكم، لأنها بدأت باسم كلمة العلم. طيب نعرب كلمة العلم ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، لأنه اسم بدأت به الجملة فيسمى مبتدأ. طيب ماله العلم؟ أخبرنا عنه بأنه نور، يبقى كده معنى الجملة اكتمل وأنا فهمت إن العلم ماله؟ العلم نور. فنور هنا نعربها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طيب نأتي بتقويم. يأتي السؤال ازاي يا أولاد؟ عين ركني الجملة الإسمية فيما يلي. فنقول، نأتي بمثال: الشمس مشرقة، المعلم المخلص محبوب. طيب يعني ايه كلمة عين ركني الجملة الإسمية؟ يعني وضح لي وحدد لي وقول لي فين المبتدأ وفين الخبر. فنقول المبتدأ هو الشمس لأنه بدأت به الجملة. طيب أخبرنا عنه ماله الشمس؟ مالها الشمس؟ فنقول الشمس مشرقة، فالخبر بتاعها جاء متمم لمعنى الجملة وانا فهمت كده ان الشمس مشرقة، فالخبر هنا مشرقة. طيب الجملة التانية. المبتدأ هو المعلم.
طيب الخبر هو محبوب، لان انا قلت المعلم المخلص. انا فهمت حاجة لما قلت المعلم المخلص. طيب اتت كلمة محبوب فتمت معنى الجملة واخبرنا عن ان المعلم المخلص محبوب، فهنا كلمة الخبر هو محبوب. تمام. نأتي بالواجب، اقرأ ثم اجب. هنقرأ القطعة دي كويس يا ولاد ونحلها. الله كريم، أنعمه كثيرة، والمؤمن شاكر حامد ربه على هذه النعم. اعرب ما تحته خط. هنعرب كلمة كثيرة، نشوف قبلها ايه ونعربها، وكلمة المؤمن. طبعا في القطع يا ولاد بعد كل فصلة جملة بنبدأ جملة جديدة، ونشوف كويس الجملة تبتدي بايه، باسم او فعل. طيب عايزين كمان رقم باء، استخرج من الفقرة. نستخرج واحد جملتين اسميتين، يعني جملة اسمية وجملة اسمية، محددا المبتدأ والخبر، يعني تقول لي فين المبتدأ وفين الخبر. اتنين، عايزة حرف جر، احنا اتكلمنا عن حروف الجر، وعايزة اسم اشارة، برضو تكلمنا عن اسماء الاشارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.